السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم كريم من عرب اكسبلويت. النهاردة إن شاء الله هنشوف كده مع بعض إزاي إحنا ممكن بقى نتعامل مع الـ FortiGate APIs، وإزاي إحنا ممكن نبعت كوماندز ون جيت ون بوست و... يعني هوريك واحدة واحدة كده. طبعا أنت المفروض يبقى عندك شوية بايثون، بس أنا هوريك واحدة واحدة كده إزاي إن أنت تعمل سيت أب للجهاز بتاعك لو أنت عايز تبدأ تعمل ديفلوبمنت، أو إن أنت تبدأ تكوميونيكيت مع الفورتي جيت او اي ديفايس بيسبورت اي بي اي اللي انت بتحتاجه، ايه التولز اللي انت بتحتاجها. وفي نفس الوقت هوريك انت ممكن ازاي تتعامل مع الفورتي جيت فاير وول من خلال اي بي اي كولز، يا اما جيت ريست بوت ديليت زي ما انت عايز. فواحده واحده كده ويلا بينا نبدا. وبسم الله الرحمن الرحيم. انا برضو مرضتش ان انا ابدا على طول اوريك ازاي ممكن نتعامل مع الاي بي اي، قلت نمشي واحده واحده كده ونشوف ايه التولز اللي احنا ممكن نحتاجها عشان نبدأ نتعامل مع الفورتي جيت من خلال الاي بي اي انترفيس بتاعه. الاي بي اي ده اللي هو الابليكيشن بروجرامبل انترفيس، ده انترفيس بيقدم لك الابليكيشن عشان البروجرامز تقدر تتعامل مع بعض. لو انت بتاع عندك برنامج بيكلم برنامج تاني، فالاي بي اي دوت بيبقى زي ميدل وير، مش ميدل وير، بيبقى ابليكيشن انترفيس. انت بتبعت الابليكيشن ده حاجة بيرد عليك بحاجة، هي دي فكرة الاي بي اي. خلينا نبدأ واحدة واحدة. تعالى بس الأول نعمل سيت اب للبايثون هنا كده. لو قلت رحت على بايثون داونلود بايثون، تعالى كده نعمل داونلود للبايثون ده. لو انت مثلا في اي تراك ديف نت او اي ديفلوبمنت عايز تعمله كديفلوبر، انت من اسهل اللغات اللي انت ممكن تبدأ تتعلمها هي البايثون، وعشان الكوميونتي بتاعها كبير جدا، وفي نفس الوقت معظم الابليكيشنز بتسبورت وسهلة جدا في التعامل معاها وسهلة جدا في كتابتها. تعالى نعمل لها سيت اب كده اهو، تعالى ننزل كل التولز ونعمل لها سيت اب مرة واحدة. اوكي، ده كده اول تول احنا بنحتاجها هي البايثون اللي هي بروجرامينج لانجويج، وبرضو بنستخدم لها اي دي اي. اي دي اي ده اللي هو الانتجريتد ديفلوبمنت انترفيس، ده زي برنامج بتستخدمه عشان تبدأ ترن الكود بتاعك فيه وتقدر تعمل له ديبج ويسهل عليك الكتابة وحاجات كتير. يعني من اشهر البرامج اللي بتسبورت البايثون والتعامل معاها سهل برنامج اسمه باي تشارم. انا على اليوتيوب هتلاقي برضو فيديو، لو انت بتستخدم لينكس هتلاقي فيديو انا كنت عامله عن ازاي تسطب باي تشارم والكلام ده، هتلاقيه في كورس الويب بنتريشن تيستنج لو عايز برضو تشوفه، اللي هو هاو تو سيت اب يور ويب بن تيست لاب، هتلاقيه موجود برضو عندك ازاي تسطب الباي تشارم على كالي لينكس وتبدأ تتعامل معاه. طبعا احنا مش هننزل البروفيشنال، احنا عايزين بس الكوميونتي حاليا. فين الكوميونتي؟ داونلود بايت شارم بروفيشنال، لا بايت شارم كوميونيتي اهو، هقول له كيب برضو اه، بس هياخد، ممكن ياخد ما تهزرش، هياخد 42 دقيقة على ما يعمل انستول. طب خليني ايه اوقف الفيديو، تعالى برضو في نفس الوقت انزل البرنامج تاني. لا اهو بدأ يسرع شوية، اكيد مش هياخد الوقت ده كله، 12 دقيقة 9 دقايق. طيب في نفس الوقت على ما ده ينزل في ابليكيشن برضو بنحتاجه، ابليكيشن مهم جدا اسمه بوستمان، ده بقى البيز بتاع الاي بي اي اللي هو البوستمان اي بي اي بلاتفورم. تعالى نعمل داونلود، مش عايز اعمل ساين اب، انا عايز اعمل داونلود. داونلود بوستمان، داونلود بوستمان من الاوفيشال ويب سايت بتاعهم، ويندوز 64 بت، برضه هقول له كيب، وادي البوستمان بينزل اهو. اوكي بوستمان، تعالى على ما البايت شارم ينزل تعالى نعمل سيت اب للبايثون وسيت اب للبوستمان. لو رحت هنا كده على الداونلودز بتاعتي ان داونلودز، ادي البايثون دبل كليك عليه. ولا بس قبل ما تعمل له دبل كليك خلينا نعمل له ايه،
run as administrator. انا كده right click run as administrator yes، وهتيجي هنا هتقول له add بايثون to exe pos custom installation next، وهنا هتقاد البايثون لكل الناس، فعل كل الفيتشرز مش مشكله، تقول له انستول برضو هنسيبه شويه على ما يعمل انستوليشن، بس هو عامه بيبقى بسرعه. مش عارف هي كده واضحه ولا لا الانستوليشن، هو next 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 وتدوس على كل حاجه و custom installation و add to all paths paths yes. تعالى برضو نعمل نفس الكلام للبوستمان، نعمل له setup، هقول له هنا right click run as administrator yes. انا كل ده مستني بس البايت شارم ينزل، هو كل ده بيعمل انستوليشن اهو بيعمل pip install، خليه بس يعمل انستوليشن للبايثون اهو، بيفتح البوستمان عشان يعمل انستوليشن installing postman. اوكي كده فتح اهو، تعال هو اوبس لا سوري سوري، ادي البوست مان اهو تاني. انت هنا عندك تو اوبشنز، يا اما تراي اوت اللايت ويت اي بي اي، يا اما تعمل كرييت اكونت. فانت ممكن احنا نعمل كرييت لنيو اكونت عشان نجرب بيه ويفتح لنا الفول فيتشرز بتاعت البوست مان. كرييت او انا دوست كرييت نيو اكونت اهو، ممكن برضو اجي لو انا مش عايز استخدم عشان ما يقعدش يبعت لي حاجات كتير، نعمل زي فيك ايميل كده تمب ايميل نعمل بيه ريجستريشن راندوم نيم، ادي الايميل الجميل بتاعي اهو كوبيد كوبي وراح على البوست مان احطه هنا، ومثلا كريم والباسورد ماشي، اقول له create free account، اليوزر نيم ده متاخد، اقول له مثلا كريم عرب اكسبلويت تاريخ النهاردة 2/9/2023، مش مهم احنا كده مش هنستخدمه تاني، ونعمل ساين ان بالاكونت ده عشان ما يقعدش يبعت لي حاجات كتير. انا هقول له سيف اند تيرن اون مش مشكله، انا ده كده هقول له كلوز. ولو جيت على التمب ايميل المفروض ان هو يكون بعت لي فيريفيكيشن ايميل، شكرا اهو جاي اكتيفيت بوست مان، تعال اعمل له اكتيفيشن السندر كونفيرم ماي ايميل بس. انت حاول تعمل يعني بالايميل بتاعك لان انت ممكن تحتاجه في المستقبل، فما تعملش تمب ايميل ده، تمب ايميل ده بس عشان نجرب بيه مش اكتر. انا هقول له جو تو بوست مان يور ايميل از فيريفايد لانش بوست مان هو بيعمل له لونش. انت بتهزر ولا ايه يا عم؟ اوبن طيب ساين ان، هيدخلني ولا هيطلب مني authorization code signing in from your browser to continue. انا عملت sign in اهو، او هنا عايزني استخدم البراوزر بس انا مش عايز استخدم البراوزر،
confer open. طبعا انت لو استخدمت الاكونت بتاعك العادي فانت مش هتحتاج الهاصل دي كلها يعني. تمام، اهو شكله هيفتح الابليكيشن ان شاء الله من غير حوارات كتير. طبعا انت لو في الديفلوبمنت هتعرف ان يعني المواضيع اللي هو ابليكيشن مش عايز يشتغل، حاجات كتيره يعني بتحصل. اهو هناك فتح لي الابليكيشن اهو. تمام، تعالى نقفل بقى كل الكلام ده. بايت شارم نزل، البايت شارم نزل، تعالى ايه برضو نعمل له انستوليشن كده. احنا عندنا البوست مان ونزلنا البايثون برضه عشان نتأكد ان البايثون نزلت صح. لو جيت هنا قلت له سي ام دي، مش عارف هي كده باينه ولا لأ، ثواني. ايوه كده، قلت له مثلا بايثون، شايف اهو. قلت له هنا مثلا برنت الو، تمام، يبقى هو كده البايثون شغال كويس. شكرا. تعالى برضو ايه نعمل انستليشن للبايت شارم. دول من التلاتة ابليكيشنز اللي انت بتحتاجهم. تحتاج تنزل البايثون، تحتاج ان انت تنستول البايت شارم، وبعد تنستول البوست مان لو انت هتتعامل بـ APIs وكده. عايزين نران از ادمنستريتور، معلش عشان ايه مش عايزين وجع قلب كبير. كانسل، يس، رايت كليك، ران از ادمنستريتور، ران از ادمنستراتور. معنا واحد من تونس لك ران از ادمنستراتور، قاله برشا حاضر. انا كده الديستنيشن فولدر، نيكست، حط بقى الكوميونيتي كل حاجة، اتاتش الباي وحط البين مش مشكلة، وتقول له انستول لينس اوف باس بيجر زين ات كان بي اوكي. نوقف الفيديو كده لحد ما يعمل انستول، وبعد كده نرجع تاني مع بعض. هو اهو هنا خلص انستوليشن، بيقول لي عايز تعمل ريبوت ناو ولا اي وانت ريبوت مانيولي. تعالى ايه نديله حته ريبوت عشان برضو ايه ما يعمل لناش مشاكل. انا هقول ريبوت ناو فينيش، خليه يعمل ريبوت للماشين ريستارتنج. هنوقف الفيديو، واول ما تعمل ريبوت هنرجع نكمل مع بعض تاني. كده خلاص انا عملت لها ريبوت اهو. تعالى بقى ايه واحده واحده كده نشوف احنا ممكن اصلا ازاي نتعامل مع الفورتي جيت اي بي اي. انا هقول له ثانك يو اتش تي تي بي اس 192.168.78.48 ادمن ادمن later. وهنا تعال بقى نشغل البوست مان بتاعنا الجميل عشان نعرف بالظبط احنا ممكن نتعامل معاه ازاي. هنا البوست مان اهو فتح اهو، هقول له بابليك واكسس كل حاجه، قال له اكسس. ادي زي تعال مثلا ايه نعمل زوم سن عشان يبقى الكلام واضح، اقول له زوم ان كمان مره، حته زوم ان مش هنخسر. اقول له مثلا ورك سبيس، كرييت ورك سبيس، هقول له نيكست، هسميها مثلا الفورتي جيت، وهنا اقول فورتي جيت اي بي اي بيرسونال كرييت. ادي كده الورك سبيس اهي، ادي الكوليكشن بتاعي. لو جيت هنا تعالى اول حاجه نعمل زي ايه، نتاكد ان احنا ممكن اول حاجه لازم ان انت تجهز الفورتي جيت ان انت تبدا تستخدمها، تستخدم الاي بي اي بتاعها. فانت المفروض هتيجي هنا على سيستم وادمن بروفايلز، تعمل كرييت نيو بروفايل. هنا مثلا تقول له ريست
underscore API underscore admin، واديله all read write access على حسب ال read write اللي انت عايز تدهوله، وهقول له اوكي، وهكريت administrator. ده بقى المرة دي هيبقى REST API admin مثلا، وليكن اليوزر نيم كريم، الادمن بروفايلز REST API admin، مش عايزين ده، وهقول له اوكي. وانس ان انت قلت له اوكي، هيديك API key for كريم ده، تعمل له كوبي عندك في اي فايل، مثلا هنا نوت باد، كنترول في اللي انا عملت له سيف، هقول له هنا كلوز. ولازم بعد كده كل مره مش هتعرف تجيبه تاني عشان تستخدم، لازم تعمل له ريجنريت. فانت حاول تسيب الاي بي اي كي ده عندك في اي مكان، انت في الاغلب هتسيبه في البوست مان. تعالى مثلا بقى ايه نشوف احنا ممكن نتعامل ازاي. مبدئيا البوست مان ده ابلكيشن اهو، على ايه انا بحبه يبقى سيتنجز، على مثلا نخلي السيم دارك عشان ما نتعميش، ولا بلاش خليه سيستم ديفولت عشان يبقى باين. اول حاجه مثلا تعالى نعمل نيو فولدر، كرييت نيو كولكشن، لا خليها الجيت دي. وتعالى هنا على مثلا، تعالى نشوف احنا عايزين نجيب ايه. هنا الميزه اللي في الفورتيجيت الفيرجن اللي هو 7.xx بيديك الاي بي اي باث بتاعك، يعني لو جيت هنا مثلا بوليسي اند ادرس، وتعالى نروح ادرسز، تعالى مثلا نروح على الادرس ده وقلت له اي بي اي فيو، شايف هنا الباث ده الباث بتاع الاي بي اي. فانا ممكن اخد الباث ده كده زي ما هو كده ادرسز، وسيبك من اخر واحد خالص، اقول له مثلا كنترول سي، اخده عندي هنا في البوست مان. طبعا هقول له https ال192.168.78.48/ ادي الباس اهو. طيب والاي بي اي كي بيتحط فين؟ بيتحط هنا في الاوثرايزيشن، هتيجي هنا تقول الاوثرايزيشن بتاعك اي بي اي كي، الكي اكسس اندرسكور توكن، لازم تتحط بنفس الكلام ده، والفاليو بتاعتها الفاليو اللي احنا خدناها كنترول سي حطها هنا، ودي بتتبعت في الكويري بارامترز. تمام، ادي البارامترز بتاعتك اهي، حط فيها الاكسس توكن بتاعت الفورتي جيت، وهقول له سند. هتحصل مشكله، هقول لك فين المشكله دلوقتي. قال لك 200 اوكي ممتاز. هو المفروض عامه كانت عملت لي مشكله، هنا ما عملتش مشكله. ليه؟ لان تقريبا ال SSL Certificate Verification، ساعات انت لو دخلت عملت ال SSL لو Fresh Installation بتلاقي ال SSL Verification دي متعلم عليها، يعني لو دي متعلم عليها كده وقفلت قلت له Send، شايف قال لك SSL Self Sign Certificate Error Disable SSL Verification. فانت ساعات بتحتاج ان انت تيجي من على ال Settings تقفل ال SSL Verification دي وتقول له وتبعت تاني، لان هي بتعمل لك المشكله بتاعت السيلف ساين سيرتيفيكت ايرور دي في قلب الفورتي في قلب البوست مان. وهنا هقول له سند، شايف هنا كده دي اتمنى ان هي تبقى واضحه، تاني ممكن تبقى واضحه. تعالى ايه مثلا نعمل زوم سنه عشان تبقى باينه، مثلا خلي الفونت 20 مثلا، شايف هنا كده هنا كده اهي. لو جيت خدت بالك ادي ال HTTP get method راحت، والريزلتس بتاعتك اهي admin user PC كل ده معاك اهو، جاب لك كل الادرسز اللي موجوده على الفورتي جيت اللي هي الدي ام زي ويب سيرفر الفابريك اي بي اي. طب انت مش عايز كل الادرسز، انت عايز ادرس معين برضو، بدل بقى ما تحط ده تاخد بقى الباس ده كله كده، قول له كنترول سي. وهنا جيت
تحطه له هنا الادمن يوزر سنت، هنا عشان في سبيس اند 200. اوكي شايف هنا اهو جاب لك 200 ايه، وجاب لك كل الفاليو بتاعت الادمن يوزر في سي اي، تمام، جاب لك كل حاجه ليها، السبنت بتاعك، اليو اي دي، كل الفاليوز اللي انت محتاجها في الاي بي اي بتاعك جيت. وبرده ممكن تيجي من هنا، تعالى بقى مثلا ممكن ده كده تعمل له سيف، مثلا سيف از، هنا شيل بقى كل ده، مثلا خليه فاير وول ادرس، شيل ده كله، ممكن تخلي ده كده بس وتقول له واختار الكوليكشن اللي انت عايزه سيف، اهو عمل لك نيو كوليكشن وحط لك جيت فاير وول ادرس، وتحط هنا انت بقى الادرس نيم. لو انت عايز بقى تجيب كل الادرسز مرة واحدة ممكن تشيل ده خالص، سوري، وتقول له سند 200. اوكي وجاب لك كل الادرسز بتاعتك اهي، ادي كل الريزلتس هنا كام. لو جيت هنا شفت هيقول لك العدد بالظبط كام، اللي هم السايز بتاعه 20 20 واحد، جاب لك 20 ادرس. احنا لو رجعنا تاني على الفورتي جيت، تعال نشوف الادرسز كام، شايف عددهم؟ عددهم متهيألي هم العشرين ادرس، يعني 12 و6 18، ادي 3، جاب لك معظم الادرسز اللي عندك اهي، ده فول كواليفايد دومين نيم. وحتى لو جيت هنا هيوريك التايب بتاعهم، ده التايب بتاعه سبنت، التايب اي بي ماسك، ولو نزلنا شوية هو تقريبا جايب لك ادي التايب بتاعه فول كواليفايد دومين نيم. وانت بقى ممكن يعني تبدأ تعمل اللي انت عايز. طب ده في مرحلة الجيت. طيب لو انت عايز بقى تغير مثلا هنا، تعال نجيب الادرس ده اللي هو الادمن اندرسكور يوزر اندرسكور بي سي سلاش كنترول في سنت، ادي الريزلت بتاعتها اهي. طيب انت عايز بقى تغير في حاجه من الاي بي اي نفسه، هتعمل ايه؟ شايف كل اللي عندك في الريزلتس دي هتاخدها كده زي ما هي لحد اخر الجيسون فايل ده، تقول له كوبي، وتيجي على البادي رو، وبدل ما هو تكست تغيرها هتخليه جيسون، كنترول في، ادي هو هنا خد كل حاجة بس انا مش عايزه ياخد كل حاجة، كنترول زد، تعالى ناخد دي بس اللي هي اللي جوه الريزلتس بس، كنترول سي، كنترول في، ادي كده اللي هم جوه الريزلتس. زي مثلا انت عايز تابديت الكومنت، مثلا ادمن يوزر ورك ستيشن اندرسكور ابديتد، ابديتد مثلا باي اندرسكور بوست مان، وهتغير الجيت دي بدل جيت تخليها بوت. تعال نقول له سن شوف ايه اللي هيحصل، قال لك 200 اوكي HTTP method put revision revised to true، وهو غير كل حاجة. لو رجعنا تاني على ال 40 gate firewall وجينا على ال admin user PC ده، شايف هنا اهو، سوري، قال لك admin user workstation updated by postman، تمام. دي كده لو انت عايز تابديت. طبعا الكلام ده اللي انا بقولك عليه ده يعني على اي حاجة موجودة هنا، انت بيبقى عندك الميثودز اللي هي ابديت بوت جيت، هي جيت وبوست وبوت وديليت، البوت دي اللي هي الابديت، تمام. طبعا انا بكلم واحد يعني ايه فاهم شويه بايثون وبيعرف شويه يتعامل مع الاي بي ايز، لكن لو انت ما عندكش فكره عن البايثون على الاي بي اي يعني حاول تقرا شويه عنها. انا بس هنا هوريك ازاي انت ممكن تتعامل مع الفورتي جيت اي بي اي.
ادي كده ال يعني ده انت كده ازاي تتعامل معاه. هنا عندك اي بي اي اهي بتاخد منها الباس كده زي ما هو، ولو انت عايز تعمل ابديت بتعمل بوت، عايز تجيبه بس بتعمل جيت. طب افرض انت عايز تكريت، تعالى مثلا هنا نحاول ان احنا نكريت ادرس. طيب نفس الكلام هنا اهو، هاخد ادي البودي زي ما هو اهو، وتعالى بدل بوت دي امسح بقى الكلام ده، لان انت هتكريت ادرس فمش هتكريت واحد من هنا، تمام. وهنا بدل البوت دي هتخليها بوست، وتعالى النيم مثلا ادمن اندرسكور يوزر اندرسكور بي سي اندرسكور اي بي اي اندرسكور بوست مان، او مثلا ادمن يوزر باي بوست مان. وهنا تعالى نغير السبنت، بدل 100 هخليها مثلا 117، وهقول له اوكي سند كده. قال لك 200 اوكي، البوست اتشينجد ترو. تعالى بقى نروح نشوف اليوزر ده الموجود ولا مش موجود. لو رحنا تاني على الفاير وول وجينا عملنا زي ريفرش، شايف اهو قال لك ادمن يوزر باي بوست مان، واتغير وحط نفس اللي احنا حطيناه، وهنا ابديتد باي بوست مان. طبعا هي كرييتد باي بوست مان بس احنا نفس اللي احنا عملناه. المهم ان هو ايه، يعني انت ممكن تريد تابديت يوزر معين، تكريت واحد من جديد عايز تمسحه خالص. تعالى لو جينا هنا برضو اقول له هنا ديليت، بس المرة دي هديله بقى الادرس ده كده كله، كنترول سي سلاش كنترول في سنت ديليت ترو 200 اوكي. لو رجعنا تاني على الفورتي جيت هنا حته ريفرش، ادي الادمن يوزر باي بوست مان خلص اتعمل له ديليت. فهنا هي دي الفكره، ان انت لو عايز تقرا تجيت ادرس تابديت ادرس تديليت ادرس تبوست ادرس اسهل لك. لو انت بقى مثلا عندك لستة من الادرسز في اكسل شيت عايز تعمل لها ابديت، بدل كل واحد من هنا ممكن تكريتها على طول مرة واحدة ببايثون كود، تقرا من الاكسل وتبعت بالبوست مان، تبعت بالاي بي اي كي سوري. برضو نفس الكلام للفاير وول بوليسي، نفس الكلام للسيرفيسز. يعني لو جيت هنا على سيرفيس مثلا، وتعالى نختار مثلا السيرفيس دي الاي بي اي بتاعها، مثلا قال لك اي بي اي سي ام دي فاير وول دوت سيرفيسز كاستم مش عارف ايه، فتعالى انا اجيب السيرفيسز كلها. مثلا هنا هقول له ممكن دي برضو نعمل لها سيف، مثلا هقول له سيف بقت ديليت. تعالى نفتح مثلا واحده جديده، او بلاش واحده جديده، تعالى ندوبليكيت دي، دوبليكيت تاب، وبدل كل الباس ده طبعا انت عندك لحد ال CMDP كل واحد اللي بيتغير هنا فايروول ادرس فايروول سيرفيس كده كنترول في، ادي اي بي اي فايروول سيرفيس بارامترز الاوثرايزيشن سند كده اكسلانس، ادي البودي قال لك ايرور 405 ميسج از نوت الاود لان هي ديليت. تعالى اقول له جيت سند، مفيش بادي، البادي نان سوري، لان الجيت انت بعد فيها بادي. كانسل كده الريكوست ده معلش، مفيش بادي، واقول له هات لي الفاير وول سيرفيسز سند جيت اتش تي تي بي فاير وول دوت سيرفيسز، تقريبا لازم اقول له سلاش كاستم كنترول سي. لو جيت هنا slash custom send 200 اوكي جاب لك كل السيرفيس زي ال DNS ال HTTP ال HTTPS، وبرضو نفس الكلام put update get delete زي ما انت عايز. وممكن برضو تعمل لها save، لو قلت له هنا save
او حتى تقول له سيف از، عايز تحطها في الكوليكشن بتاعك بدل فايروول ادريسز خليها فايروول سيرفيسز. سيف، ادي الفايروول سيرفيس دي موجودة، وتقدر ان انت تعمل لها بقى، تغير فيها، عايز تعمل ابديت لحاجة، ديليت لحاجة، انا زي ما انت عايز. تمام، ده بالنسبة لو انت عايز تتعامل مع الفورتي جيت بالاي بي اي. طيب دلوقتي انت عايز تتعامل معاها بالكود، امال احنا ادينا البايت شارم ليه يا مومبي؟ هنا تعالى نفتح كده البايت شارم ونشوف احنا ازاي ممكن نبعت بالكود باستخدام الاي بي اي برضو، ليه لا. ران از ادمنستريتور، رأي الاخوانا من تونس، خليه بس يفتح كده. انا اقول له I confirm, continue, don't send. هقول له new project مثلا، بدل بايثون project هسميه FortiGate HQ. هقول له create. تمام، اتمنى ان هي تبقى باينه. هو بس بيعمل creation للفيرتشوال انفايرمنت. ميزه بقى البايت شارم ان انت بقى ما بتشيلش هم الكريشن فيرتشوال انفايرمنت. اللي عايز تعمل انستول لاي موديول هوريك ازاي ممكن تعمله انستول بكل سهوله. ادي هو كده فاتح اهو، وهنا هقول له more ignore for this project، خليه بس يعمل indexing. reset microsoft defender if you change your mind please. حاضر، ولا تزعل نفسك، خليه بس لحد ما يخلص السكان كده عشان يعمل index لكل الحاجات. بس هنا البايت شارم المفروض ان هو كده شغال. لو قلت له run من هنا كده من الحتة دي، اقول له run اهو، هاي بايت شارم، وادي اف هاي بايت شارم، اي برنت هاي بايت شارم. تمام، طبعا انا مش عايز بقى كل الكلام ده، ماليش دعوة بيه. انا عايز بقى ابدأ ان انا ابعت مثلا اللي انا جبته ده، اللي هو الجيت سيرفيسز اللي انا جبتها دي من الكود، بحيث ان انا لو عندي كود بقى عايز ارن كذا حاجه مع بعض. مثلا عايز اعمل كرييت لسيرفيس، بعد ما اعمل كرييت احطها في فاير وول بوليسي، عندي كذا سيرفيس ورا بعض، عندي كذا ادرس ورا بعض. فهنا من اسهل طريقه ان انت تيجي على البايت شارم من هنا، وشايف الميثود اللي انت بعتها دي، لو جيت هنا على الحته بتاعت الكود هنا على اليمين اهي، عارف هي واضحه ولا لا، لو جيت عليها كده تختار اللغة اللي انت عايزها من هنا. مثلا انت عايز تستخدم ايه؟ انا عايز استخدم البايثون. بايثون في عندك كذا ميثود. طبعا الناس اللي معاها بايثون، عايز تستخدم HTTP client ولا عايز تستخدم بايثون requests؟ انا اقول له انا عايز استخدم بايثون request، هيديك الكود بتاع البايثون request اهو. تمام، هتقوم انت جاي اعمل له كوبي، تروح على البايثون، وهنا تعالى حط كله. هو لسه بيعمل بس اندكسنج للاس دي كيز اللي هي السوفت وير ديفلوبمنت كيت اللي موجوده، فخليه بعد ما يخلص اخش عشان اوريك انت ازاي ممكن تعمل انستول لل HTTP request method دي. هنا خلص اهو. تمام، تعالى اخد الكود زي ما هو، اقول له كوبي من هنا، تعالى نمسح كل ده، مثلا كنترول في. ادي الريكوست هنا جايب لك علامه حمراء ليه؟ تعالى ايه اعمل زوم كده، فايل سيتنجز، لو جيت هنا على ابييرنس اديتور جنرال تشينج ويز ماوس ابلاي اوكي، انا الريكوست اهي جاي تحتيها خط، معناها ان هي مش شغاله هنا. فانت المفروض ان انت تعمل انستول للريكوست دي. طيب هتعمل لها انستول منين؟ شايف هنا تحت على اليمين هنا اهو بايثون باكجز، هتدوس عليها هيقول لك الانستولد، مثلا دي الانستولد باكجز. لو جيت على السيتنجز فيرجن كنترول، لا بروجكتس بايثون انتربتر، وهقول له جو تو تول ويندو، دي كل الابلكيشنز اللي موجوده اهي،
قصدي كل الباكجز، نافع كده واضحة ولا لأ؟ مثلا لو جيت عملت اهي، ادي كده كل البايثون باكجز بتاعتك اهي. لو جيت هنا مثلا كده قلت له انا عايز الريكوست اهي، هتدوس عليها وتقول له انستول. شايف؟ ادي كمان جاب لك الدوكيومنتيشن بتاعها. عايز تعمل انستول لانه فيرجن، وادي الدوكيومنتيشن بتاعها اهي. يعني ابسط بكتير من من اي بالنسبه لي. يعني ده تشويس، ده البريفيرد تشويس بتاعي اللي هو الباي شارم. لو جيت قلت له انا عايز اعمل انستول لاخر فيرجن، شايف هنا المفروض ان هو بيعمل انستول، انستولينج بايثون باكج. بعد ما يخلص الانستوليشن، ابديتنج، لانشينج جنريتور، مش عارف ايه، ديسكفرينج باينري. اول حاجه لاحظتها ان هنا اهو اتغير، ما بقاش تحتيها خط. وتاني حاجه لو جيت على الانستولد ريكويستس من هنا، شايف هنا عمل انستول ليه؟ عمل انستول للريكويستس وكذا تول تانية معاها عشان تسهل، عشان الريكويست بيستخدمها. عمل لها هنا انستول اهو، تمام. لو جيت برضو هنا نفس اللي انا عملته، جيت ريكويست من هناك، الميثود جيت، ادي البارير هنا، الاكسس توكن، تمام، وقلت له سند. تعالى كده ران، ران المين ده، طلع لك ايه؟ طلع لك الريكويست سيرتيفيكت ايرور ماكسيمم تراي. ليه؟ لا شفت، فاكر لما جيت في البوست مان هنا قلت له في السيتنجز ما تعملش فيريفيكيشن للاس اس ال سيرتيفيكت؟ نفس الكلام انت المفروض تعمله هنا في البايت شارم. بتيجي على الريكويست دوت ريكويست دي وتقول له هنا، هقول له فيريفاي ايكوال فولس، تمام، وهقول له سند تاني. جاب لي الداتا اهي، لو انت شايفها ادي الداتا بتاعتي جايبها لي كلها، نفس الداتا اللي كانت موجوده في البايت شارم بالظبط، نفس الداتا الدي ان اس. يعني انت ممكن بقى تستخدم الداتا دي عندك في اي حاجه انت عايزها، عايز تعمل داونلود. انا بس بيقول لك الورنينج ان فيريفايد السيجنتشر عشان هي سيلف ساين، بس هو ما عملهاش فيريفيكيشن. ادي كل نفس اللي احنا جبناه بالظبط في البايت شارم، ونفس الميثود بقى جيت بوست ابديت ديليت. يعني الـ possibilities limitless هنا، انت ممكن تعمل اي حاجة انت عايزها، تمام. وهنا برضو يعني لعلمك الـ get requests دي انت ممكن تحطها دايركت في البراوزر، لان هي في الاول وفي الاخر get. لو جيت هنا على البراوزر، تحت براوزر جديد، وحطيت ده كده قلت له enter، شايف جاب لك برضو كل الحاجات اللي انت ممكن تجيبها من الـ applications. بس هو البوستمان والبايت شارم بيسهل عليك لو انت عايز تتعامل مع اكتر من، مثلا عندك اكتر من، يعني انت هنا مثلا تخيل ان انت عندك تو فاير وولز، وعايز تكوبي كل الادرسز اللي موجوده في فاير وول تعمل لها كوبي في فاير وول تانيه. فانت هتروح على واحد واحد تاخده من هنا وتروح على التانيه وتحط. طبعا ده ممكن ينتروديوس هيومن ايرور، مثلا واحد يتلخبط يحط اي بي مكان التاني، مش عارف ايه. فالكود بيبقى اسهل لك واسرع لك وامن لك في نفس الوقت، ان انت ما تغلطش، ان واحد مثلا ما يجيش ينزل ادرس زي ده يحط ادرس تاني مختلف. كل ده على حسب بقى يعني اللي انت عايز تعمله مع الفايروول. برضه في حاجه بسيطه كده هقول لك عليها هنا، ان انت ممكن بقى بدل ما انت عندك البارامترز موجوده بالمنظر ده والاثوريزيشن موجود بالمنظر ده، ممكن انت تكريت انفايرمنت من هنا، تقول له مثلا اد انفايرمنت، ومثلا الانفايرمنت دي زي ان احنا هنسميها 40 جيت اندرسكور الاتش كيو. مثلا الفاريبل هسميه 40 جيت اندرسكور اتش كيو، سوري 40 جيت اندرسكور اتش كيو اندرسكور اي بي، الانيشال فاليو بتاعه اللي هو 192.168.78.48، والكرنت فاليو بتاعه نفس الكلام. هنا برضو ممكن اعمل واحد تاني اقول له 40 جيت اندرسكور اتش كيو اندرسكور اي بي اي كي، الفاليو بتاعته احطها هنا كوبي
كنترول في، وهنا كنترول في، وبدل ما هي ديفولت خليها سيكريت بحيث ان هي ما تبقاش باينه غير ليك، واقول له سيف الانفايرمنت دي. ولو رجعت تاني بقى على الفاير وول ادرس هنا ممكن اغير الانفايرمنت، اقول له الانفايرمنت بتاعتي اتش كيو، واجي بقى هنا بدل ما هقول له الهوست ده هعمل له براكت كده، هقول له ده ال 40 جيت اتش كيو اي بي، حطه لي هنا. والاكسس توكن برضو هعمل له تو براكتس، واقول له ده الاف كيو اتش بي اي بي اي كي، وهقول له سند 200. اوكي نفس كل حاجه بالظبط، بس ما يبقاش التوكن والكي بتاعك موجودين كده. دي حاجه اسمها انفايرمنت فاريبلز عشان ما يبقاش البارامترز بتاعتك موجوده بالمنظر ده كده. وهنا نفس الكلام، هو كده كده البارامترز دي الاوثرايزيشن هنا بعتها ليك انت بس. تمام، دي برضو حاجة بسيطة كده لو انت برضو عايز تنظم لو عندك مثلا اكتر من ديفايس، اكتر من 40 جيت، ممكن تخير الانفايرومنتس من هنا. انا صورتي مخبية على الانفايرومنت، ثواني. ممكن تغير الانفايرومنت من هنا عادي بالمنظر ده، وحتى تشوف الفاليوز بتاعتها من هنا لو عايز تشوفها. ادي الانيشال فاليو، ده الاي بي بتاعها. لو عندك حاجة جلوبال وتبدأ ان انت يعني تخليك اورجنايزد كده، يبقى عندك كذا انفايرمنت لكذا ديفايس، الكوليكشن بتاعك لو عايز مثلا تعمل فولدر جديد، مثلا اد فولدر هنسميه الرينيم مثلا، لو قلت له هنا رينيم ده مثلا 40 جيت اندرسكور اتش كيو، وحط فيه الحاجات دي الريكوستس دي، فاهم؟ تخلي الدنيا عندك منظمة. لو عندك أكتر من 40 جيت يبقى عندك أكتر من 40 جيت هنا، أكتر من environment هنا. كل ده في الأول وفي الآخر بيرجع لك أنت، يعني كل ده في الأول وفي الآخر بيرجع لك أنت وطريقة تنظيمك وكده. تمام، أتمنى يعني إن الفيديو ده كان خفيف، وطبعا الفيديو محتاج إن أنت يبقى عندك شوية بايثون وفاهم شوية كودينج، بس موضوع بسيط صدقني، يعني مش معقد زي ما أنت متخيل. تمام، اتمنى ان انا يعني حاولت كده ابسط الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.